السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي العزيزات، من إن شاء الله تكونوا بألف خير إن شاء الله. قبل ما نبدأ بالصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف وعدتكم في الفيديو السابق باش نحضر لكم هاد صوص الشوكولا أو الغناج لجميع أنواع لي تارت أو الكريب أو البانكيك، كيجي جد رائع، سهل سهل في التحضير ديالو، والقوام ديالو زوين بزاف والمذاق ديالو لذيذ. على بركة الله ندوزو المقادير. غادي نحتاجو كأس كبير من الحليب، حليب بحالة المطبخ، ونفس الكأس كنعبرو به الزيت النباتية، ونفس الكأس ديال السكر سنيدة حبيبات، 4 ملاعق ديال بودرة الكاكاو المر، يكونوا عامرين مزيان، 4 معالق عامرين مزيان، وهنايا رشة ديال الملح أو قبصة ملح، والفانيلا. غادي ندير أنا الفانيلا السائلة، ولا ما متوفراش ديرو الفانيلا ديال حبيبات ديال الساشية. على بركة الله ندوزو للتحضير. في الخلاط ديال الغراف كنضيفو جميع المكونات ما عدا الزيت. في الأول كنضيفو الحليب، بعد السكر، ديك رشة ديال الملح ضرورية، الفانيلا كيف ذكرت لكم، ولا ما متوفراش كتضيفوا ديال الحبيبات، 4 ملاعق ديال الكاكاو، كاكاو المر ممتلئة. غادي نخلط هاد العناصر هادو وغادي نرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما خلطتك المكونات اللي عندي، دابا غادي نبقى نخلط وكنضيف الزيت. الزيت هي الاخرى، خليتها هي التاليه. انا كنخلط وكنضيف الزيت في نفس الوقت، كيف كتلاحظوا من الفوق تبنى ان شاء الله يبان لكم، باش نحصلوا على واحد القوام رائع. تنكمل داك الزيت كامل، من بعد عاد نضيف نخلط مزيان، نستمر في الخلط. ولا بقات لكم الزيت في الجداب كتستعنوا بواحد المعلقه وكتخلطوا باش تهود لتحت، شفتوا القوام اللي حصلت عليه، واحد القوام زوين بزاف، كيولي داك السائل كيتماسك معانا. نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا حتى المذاق رائع، غادي يعجبكم بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا. ممكن تقدموه بحال هكا في الكوتي مرافق بالبانكيك او الكريب. المتبقي اللي بقى لي داتو في هاد القنينه هذه ديال البلاستيك، كنت وريتها لكم في قبل في الفيديو السابق ديال الكريب، زينت به الكريب، كتسهل علينا باش نزينو بها ونحتفظو بها في الثلاجه. غادي نخلي لكم الرابط ديال الكريب اللي ما شافوش، نخلي لكم صندوق الوصف مع المكونات. كيف كتلاحظوا البنات القوام جد رائع، وحتى البغيو والمذاق جد لذيذ، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تبخلوش عليا بلايك ولا عجبكم فيديو، تشاركوا هذا الفيديو مع الصديقات ديالكم ومع العائله. وكنشكر كل المتتبعات ديالي اللي كيدعموني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.